مع البيطري. صحة الحيوان في علاقة بحياة الإنسان في برنامج مع البيطري على الحياة FM. عسلامة، مرحبا بكم أعزائنا المستمعين اللي برونشي معنا توا على 90.3 إذاعة القيروان للصحة، برنامجكم مع البيطري اللي استنستوا به يجيكم في الوقيت هذا وكل مرة مع موضوع جديد ومتجدد. اليوم الموضوع متاعنا مش يكون لمحبي الطيور، مش ربي عصفور في داري كيفاش نهيئ له المكان، كيفاش يلزم نحافظ عليه باش ما يموتش، خاطره هو من أنواع الحيوانات السنسيبل شوية. هذا الكل أكثر باش نحكيو فيه مع الطبيب البيطري دكتور صالح الشهيبي. عسلامة. السلام، اهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بكم وبكافة مستمعي ذات الصحة الحياة فيه. يعيشك دكتور صالح. توا مش نحكي، مش نخرج شوية معناها على المألوف اللي استنسنا به، القطاطس والكلاب، وحكينا فيه برشا مواضيع. توا الطيور اللي هي فما برشا مربي طيور، فما برشا محبي طيور، معناها شريحة كبيرة من المجتمع يربيوا الطيور في ديار العصافر، وإحنا نعرفوا اللي العصافر سنسيبل على الآخر هكا ولا دونك كيفاش نهيئولهم؟ بالطبيعه هو ممكن شيء العالم الحيوان هو عالم كبير وشاسع، معناها كنجيو نشوفوا في تدخلات معناها ما تقفش، ديجا تشوف الحلقات اللي نعملوا فيهم وما همش مش يقفوا الحلقات، لانه موضوع الحيوانات والا الصحه البيطريه ما تقفش، لانها عالم كبير ياسر مربوطه بالعديد من الحيوانات. وكما سلطنا الضوء على الحيوانات، نوعية من الحيوانات، اليوم مش نسلطوا على نوعية فئة خاصة ممكن، لكن السنوات الأخيرة ولات موجودة، وديجا الطيور وتربية الطيور الزينة وكل موجودة، حتى فيها مسابقات عالمية. حتى تونس ديجا مازالت كمشاركة في كأس عالمية نتاع طيور الزينة وكل، معناها ديجا في كل مدينة في تونس تلقى فما سوق أسبوعية متاع العصافر، ولات معناها بالحق عندها حظوة كبيرة العصافر. بالفعل بالفعل، وانا نشوف عندي أصدقائي وكل يتنقلوا حتى الولايات الأخرين باش يعرضوا العصافر متاعهم في مسابقات، مسابقات جمال، وبالحق هو عالم كبير ياسر، وهذاك علاش ممكن اليوم نسلطوا الضوء على الفئة هذه. دونك هو العصافر الزينه اسمهم على جسم، خطر بالحق ربي بدع فيهم على الاخر، معناها مناظرهم ياسر حلوه، ياسر مزيانين، يصلحوا للزينه في الدار. هذاك علاش ممكن حتى اسوامهم تكون غاليه على الاخر، اسوام مشطه في بعض الاحيان. طبعا هو قد ما يكون الاقبال على تربيه الحيوان هذاك، قد ما تكون السعر نتاعو ماشي يولي مطلوب، دونك مش السعر نتاعو يرتفع، وهذاك علاش ماذا بينا اللي عنده، والغرام ما تنساش الغرام بالطبيعة، خلاف وانه الغرام هذا كما حكينا على النفسية متاع الصغار ديما مربوطة كما عند القطاطس والكلاب، دونك كيف كيف ثم صغار يتعلقوا بالعصافر. دونك مهم وانه نخموا ديما باش نحافظوا على العصافر هذاك، لانه ساعات يقع علاقة بينه وبينك الصغير هذاك يتعود به، لا قدر الله وقت اللي يتفقد ولا يصير النفوق نتاع العصفور هذاك ينجم الطفل الصغير خاصة حساس، دونك ينجم يدخل في معناها في حالة نفسية اللي ما هيش صعيبة برشا، دونك يلزمنا نعرفوا كيفاش نحافظوا على الحيوان هذا. طبعا طبعا ده انا قررت مش نجيب عصفور لداري كما نقولوا، شنو اول حاجات الخطوات الاوليه اللي لازم نعملها، شنو نجم نهيئ له في الدار، بيصير بعد القفص وبعد الاشياء هذيك، شنو معناها كيفاش معناها نحميه؟ ديما سؤال اللي لازم نطرحوه كما حكينا قبل في تربيه القطاطس ولا الكلاب، هي علاش مش نجيب علاش مش ناخذ الطيور هذه نتاع زين، علاش مش نشريها انا نجيبها للدار؟ دونك شنو الأوبجيكتيف منها؟ هل أنه باش أنا مغرم باش يونس الصغار باش يتعودوا به، وإلا نجم تكون أنت وعدت ولدك باش تاخذ له كي يجيب معدل باهي تاخذ له عصفور، فهمت؟ دونك السؤال اللي طرح علاش أنا مش نشري العصفور هذاك؟ دونك كي مش نشريه أول حاجة يلزم نثبت على الحالة الصحية على القليلة اللي تظهر، دونك عنده شي علامات ديما ماذا بينا اي الحيوان اللي يكون في صحه جيده مش يكون ناشط، مش يكون ما عندوش علامات اللي
تظهر بيزار دونك انثبتوا قبل ما نشريوا الساعة، فهمت؟ على قليلة ظاهرين لأنه ثم أمراض نجم تكون داخلية ما نجموش نتفطنوا لها، لكن في العلامات الخارجية ماذا بينا ديما نتفطنوا نثبتوا قبل ما نشريوا العصف. معناه ظاهرين يكون معناها اللي هو الحيوان هذاك في كامل الحيويه والنشاط نتاعو، مثلا عيني مش ذابلين والا هو فاشل والا هكا ولا هذوكم هما معناها الحاجات هذوما هما عنده شيء مثلا علامات نتاع اسهال، عنده شيء ولا الريش نتاعو يتساقط مثلا، ولا الخشم نتاعو فيه معناها سيلان في الخشم، فهمت؟ ولا ريشه منتوف، فهمت؟ هذوما كل ديجا علامات خارجيه نجمو نختار معناها نتفاداو ان نختاروا العصفور اللي فيه العلامات هذوما. دونك اكيد عنده حاجه، والا ثم امراض جلديه زاد ما تكون موجوده معناها حتى بالعين المجرد نجم نشوفوها، فهمت؟ نتفقدوا تحت الجناح نتاعو ساقيه اللوطه، فماشي حاجات كالحبوب اللي تكون موجوده على مستوى الساقين نتاعو، فهمت؟ دونك نثبتوا قبل ما نشريو، نثبتوا قبل ما نشريو الحيوان هذايا بطبيعة خطر احنا مش ندخلوه للديار كما قلت، معناه ديجا ديما علاقة الصغيرات بالحيوانات مش تكون كبيرة برشا. ديجا انت حكيت لنا في مرات سابقة فما انهم يطبوا بالحيوانات كما الزوثيرابي معناها للنفسية متاع الصغير، ينصحك يقولك جيب له حيوان معاه الصغير هذاك. طبعا طبعا والصغير معناها يتعلق بالحيوان بشكل كبير، فهمت؟ ويأثر له حتى على نفسيته من بعد. طبعا طبعا ومية وخاصة في العمر هذاك لاج هو صغير تبقى له ينجم يكون تروماتيزي، تبقى له كشوك معناه إذا كان فقد الحيوان هذاك اللي كان معاه علاقة معناها ولات علاقة ثنائية تحسه ما ينجمش يتعود به، دونك كيفير خوة يتأثر صغير، فهمت؟ احنا نقولوا مثلا علاش تجيب له في عصفور ما تجيبلوش قطوسه ولا كلب، خاطر معناها كما قلنا قبل اللي العصفور سنسيبل ينجم يكون الصغير هذيك هي الميولات نتاعو، هو غرامه انه يربي العصفور نتاعو ايفيكتيفمون. كيفاش نتلهوا به في ما في في نظافته في ماكلته في شنو الحاجات النجم نعملوها للحيوان هذا؟ نحكيو كي نحكيو على العصافه والطيور هذه نتاع الزينه نحكيو على القفصات. اذا كان باش ناخذوا عصفور نشريو له قفص ماذا بينا يكون قفص جديد، فهمت؟ إذا كان قفص مستعمل من قبل ماذا بينا يقع التعقيم نتاعو شوية ماء وجافيل ويتغسل ويتنظف وكل. وعلاش لكن يستحق دهنة معناها أخرى؟ هو تقولش عليه دار معناها جديدة مش ينتقل لها إفكتيفمون، هو دار جديدة مش يتنقل لها. دونك بصفة عامة اللي مغرم ومشي يشري العصفورة ومشي ياخذ له قفص اوتوماتيكمون مش ياخذ له قفص، هذا في صورة ما اذا استحال لو انه ياخذ قفص جديد ينجم ان نعقمه القفص اللي مش نستعملوه ونعملوا له دهنة كما كنت تحكي ونحطوا له الحاجات اللازمة اللي مش تكون فيه دونك من وين يشرب، دونك المشرب اللي هو فيه دونك يزمو يتعلق على مستوى معين باش ينجم ياخذ الماء نتاعو، دونك يهبط الماء اللوطة كل قداش نبدلوه، خاطر ساعات نلاحظوا انه معناها هكا عمل الماء ما يقعدش صافي برشا نتاع العصفور، كل قداش يزمنا نبدلوه له دو بريفيرونس؟ هي بالعين، هي بالعين دونك نجمو نبدلوا له الماء مثلا على مرتين ثلاثه في النهار بصفه عامه، هو مش يستهلك الماء خاصه في فصل الصيف انه نوصل حتى ثلاثه واربع مرات نبدلوا له لانه حتى الماء يستحق الماء مثلا في فصل الصيف يستحق الماء بارد يكون ما يكونش سخون، فهمت؟ هذا هو دونك بالعين نجمو مرتين ثلاثه نبدلوا له الماء في النهار، فهمت؟ النظافه نتاع القفص زاده مهمه على الاخر، لازم يكون القفص نظيف، نبعدوا على اي حاجات اللي تنجم توسخ، نحطوا له وين ماشي يحط الاوساخ نتاعو والفضلات نتاعو دونك وين مش طابت الفضلات نتاعو تكون سهله في التنظيف من بعد، فهمتني؟ فما شكون يستعمل شويه نجاره، فما شكون يستعمل دونك حاجه من اللوطه اللي فما شكون يعمل فرشه اللوطه ينجم ينحاها وينظفها، فهمت؟ كل واحد وكيفاش ينجم يعمل، وبالطبيعه نحطوا له وين ماشي ياكل وين مش نحطوا له الماكله نتاعو دونك وديما تكون ماذا بينا باللي نيفو، اش معناها باللي نيفو؟ تكون مرقم العلافات هذوما مش نحطوا فيهم العلف ولا مش نحطوا فيهم الماء، تكون ترونسبارونت علاش ومرقمة علاش؟ لأنه إذا كان الحيوان مش يكون عنده إشكالية عنده مرض ولا عنده حاجة دونك النجم نعرفه لأنه النهار هذاك ما شربش الماء ما كليشي
دونك باش نجمو نعرفوها هو بالنيفو هذاك نتاع. دونك معناها نجمو نشوفوا المشكله نتاع المرض نتاع الحيوانات بالحاجات البسيطه، بالحاجه البسيطه هذه كعلامه من العلامات باديه من الاول تنجم تعطينا معناها انذار اللي الحيوان ماهوش طبيعي، دونك عنده اشكاليه. دونك لهنا الاكل والشرب حاجه مهمه كعلامه، اذا كان نقص من الاكل والشرب دونك فما اشكاليه عنده، دونك وقتها نجمو نفيقوا على بكري ونهزوه للطبيب البيطري اللي قادر باش يشخص المرض ويعطينا العلاج المناسب. يعطيك الصحة دكتور صالح شهيبي. اليوم موضوعنا كان على الطيور، طيور الزينة اون جينيرال اللي هما العصافر اللي نربيهم في ديارنا. شكرا لكم اعزائنا المستمعين، الفيديو ان شاء الله تلقاوه على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياة فهم. كانت معكم اروى غيث كوتي ميكرو، امنا بوخيت في الاخراج التقني، خليكم في متابعة البقية برامجنا مع البيطري. صحة الحيوان في علاقة بحياة الإنسان في برنامج مع البيطري على الحياة FM.